هاي الدفتر مؤيد فيه كل شيء. كيف الشغل هالايام؟ الحمد لله يا أبي، يعني احسن من الشهر اللي فات؟ احسن، بس لازم يكون اكثر يا أبي. اخوك تيسير شلونه معك؟ منيح يا أبي، الحمد لله، الله يرضى عليه. ما عم يوجع لك راسك؟ على سلامته يا أبي. اخي تيسير ما في منه، بكفي انه نخوجي وبضاي. انت النخوجي ولا بضاي؟ اذا رجعوا جماعه الشاب بعطيهم قرشين ورضيهم. انو جماعه يا أبي؟ يلي تعالى معهم اخوك. هيك بدي اياك راس، والراس ما لازم يحمل الا النخب والشرف. لك شبك عم تشتغل مثل القرفان؟ هي عم بشتغل مثل ما انت قلت لي، بدك يعني عانى ورا الشاشه عشان ما اكون قرفان؟ صاير عم ترد جواب ما؟ هي سكتنا ما اعترت. روح نظف الامي من قبل عدان. يلا. خلص والحقني ها؟ ايش؟ يا ولد؟ انا مو ولد. طيب يا شاب منيح؟ ايه منيح. وين راح ابوك؟ راح اشوف لك العدان تبعك. معناها عرفتني. معلم شكري. شو قلت؟ معلم شكري. لك عيدها عيدها، خلي كل اهل الحاره تسمعها. معلم شكري. لك يقبرني اللي خلق، ولك عندي ثلاث حلقات ببلاش واشتغل لابوك. ماشي. روح. سلام عليك. ابن مر. يا ابي. ولك شبك طوال الطريق يا ابي. يا ابي شو بدك؟ يا ابي انت ليش ما قلت له جدي انه ما عاد بدنا تيسير بالمحل؟ انو محل؟ المحل يا ابي. محل اللي خلفك هاد؟ اسمع ولد، هذا اخي عرق عيني، عم تفهم؟ ابدا مني ومنك بالمحل. بكفي انه طلع قبضاي ودافع عن الحرمه. بسم الله ما شاء الله بتاخذ العقل. لك هي مو بنت ام حمدي؟ امبلا بنت ام حمدي، اسم الله عليها، شوفي ما احلاها. يخزي العين ما شاء الله. وكان بس وينك؟ ما عم بتمعن فيها منيح. شو يعني؟ خليها تنط من على القصوحة تجي بحضنك. لك في حرقوكي، انا هيك قلت. امشي بليكي بحمى، امشي. سليتي قدامي، سليتي قدامي، عم تخبرني شو علاقة. امشي يا مو. انا خلصت نشر الغسيلات، بدك شيء قبل ما انزل؟ لا امي، انزلي الله يرضى عليكي. ايه قولي لي، وامتى رح نروح لعند الجماعه؟ شو رايك هلا نركض ركض هواب؟ يوه انا هيك قلت. انا كان شو لك؟ تسلمي لي، بدك تطولي بالك لبين ما انا وضب لك الامور. ماشي. ايه ماشي يلا. وحلفت يمين بعظيم هالدريه، قول دريه ما بتعرفها بس دريه. استغفر الله العظيم. لك اختي شو بدي بدريه؟ انا بوس ايدك، عم اقول لك مستعجل، بدي اروح عندي شغل. ايه تقبرني شو؟ قولي لي مين رح يطلع معكم؟ يخ جايتك بالسيره، جوز بنت حماي رح يصل اليوم ان الله راد، وبكره من على بكره الصبح بنتيسر. ماشي الحال، معناتها انا من على بكره الصبح بجي انا وجميله لعندكم ونطلع من هون. شو ما بتطلع على قبر رايح معنا؟ لا اختي ما فيني اطلع معكم، شلون بدي اترك شغلي؟ بس باخذكم على محطه الترين. اي ماشي اخي مثل ما بدك، بدك تشرب لك كاسه شاي. لا اختي الله يرضى عليك. معلقه بالوزه تخبر. اختي مستعجل الله. طيب عامله الماسيه من تحت دياتك. اجلي لي البالوزه هلا، يستر على عرضك. يلا خاطرك اختي. الله معك تقبرني. بوسيلي الصغار. بوسك العافيه. الله معك، الله معك تقبرني. ولي على عيون اختك شو بتضل مستعجل؟ ذكرني بابن بنت حماها لالفه، ضل مستعجل 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 لحتى الله افتكره وصف له عمره بعز شبابه. ولي على عيونك يا زهزهان على هالفال، بعيد الشر عليك يا اخي. بس منو هي الفا؟ الفات 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 جارتنا وما بعرف عيون. شو بدي لكم؟ قمر قمر مصور، خزيت العين حولها وحواليها. وبنت مين؟ اذا قلت لكم ما حتصدقوا. هلا انت احكي ونحن بنصدق. يا سيدي جده ابو داغر. جده الزعيم ابو داغر؟ ايه والله. وسبعة عام. ايه كملي. ما بقى في كلام، صار فات. افتح لي صناديقك اوام. ولا يهمك، كل صناديق الشام على حساب عريسنا. الله يخلي لنا اياك يا ابي ويديمك فوق راسنا. تقبر قلبي يا اخي، ان شاء الله الف مبروك. ايه الله يوفق يا رب. شبك يا ابي؟ لساتك حامل عليهم؟ يا ابي لا، قصه وراحت بحال سبيلها وانا كنت مخطي فيها. الا كان فردها هالخلقه. امرك. وانت كمان بتول خانو، شغلتك مو مطوله، ما بتلاقي لي غير ندق الباب واجى هالعريس خطفك على حصان ابيض وطار. لا يا ابي انا ما بدي اتجوز. لا
وأنا كمان ما بدي أتجوز. لا تجوز بعدين. كلمة واحدة ما بترجع يعني كلامي؟ لا ما برجع. ما بترجع أيامه؟ لا أيامه ما برجع، لأنه أبوك قد من دار آخرته بده يرجع لي. العام اللي طلعت لنا على القصة هي اللي ما كنا حاسبين حسابها. شبك أمي؟ ما في شيء يا أمو، ما في شيء. شلون ما في شيء؟ من وقت ما جيت وأنت وشك مخفوق ومقلوب قلب. متضايق شوي. من شو تشكو لقاسي؟ من مو من شيء يا أمو، مو من شيء. دايمة شبك جميلة؟ ما في شيء تقبرني. طالع على الأوضة جهز لك نومتك. طيب طيب روحي لاحق. مرت عمي بس خلصوا عشراتي من السفرة أنا بقيمة. روحي يا أمو أنا بقيمة. أحكي تقبرني فضفض، شو اللي زعلك يا أمو؟ بدي أسألك على شغلة محيرتني. سأل تقبرني. شو رأيك ابعت مرتي على طرابلس مشان تشوف الحكيمة؟ لما ما لها طعمة. والله تقبرني انا بيتت استخارة، والمنام اللي شفته شرح لي قلبي. ايه 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 يا مو، شو شفتي؟ طولة حلو يا مو. يعني من طولي؟ هلا سمعينا بدول. ايو يصح لك انه تكون من طولي يا مو. قولي لا تسكتها. امي طولة من طول اختك بتول يا مو. وبدنها كأنك غمقت سالم أفندي. أختي هذا كلام كبار ما لازم أنت تسمعي. قومي قومي فرقينا. أمي روحي على أوضتك هلأ بيجي لعندك حاكم. أنا صايرة مثل الدوماري، قبل ما نام بلف على كل الضوايات وبزيتهم. حالة يا ماما أبي أحكي له. أمي بصفي لي إياها تخليه أشلون. أمي أنا ما شفتها هيك يعني وش لوش، كل اللي شفتها يا هون هيك تكة صغيرة وهي عم تنشر الغسيل. يعني بتفوت للقلب؟ ايه شو بتفوت للقلب؟ لك بتفوت للقلب وبتدوب. يقبرني ربك. اللي روقت؟ وامتى بدك تروحي تخطبيها؟ انا بدي منك تحط ايديك واجريك بمي باردة، وبدي منك تهدي لي حالك، وبهاليومين رح روح لعندهم انا وخالتك ام درويش. ايه؟ تصبح على خير. وانت بخير. الله يرضى عليك. انت تيسري ان شاء الله، الله بيكرمنا وما بيصير لك الخير. ابن عمي بدي اسالك عن شغله. هلا اذا انا تحكمت والله ما راد وعمي زعيم قال لك طلقني بطلقني؟ اوه علينا، هلا هيك بدك تودعيني قبل ما تسافري؟ والله والله يا حسن، واللي اسمه الحق انه موتي اهون علي من اني بعد عنك رمشه عين. بعيد الشر عن قلبك. طبيتي اغراضك؟ مرت عمي ضبط لي اياهم غصبا عني. لكان بكره ببعث لك كم شقفه اغباني وكم علبه محلي وشعلبتين ثلاثه موزايك تاخذيهم هدايا بايدك. ايه وبدي انينتين شراب ورد جوري. لا ما له لزوم. ايه امرك بلا هون. ما سالتيني ليش؟ ليش تقبرني؟ لانه شجره الورد الجوري بذات نفسها رايحه لعند منه. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله إلا الله. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. السلام عليكم. عليكم السلام. أهلي يا أبو عدنان. صباح النور عمو. شو خير أبو عدنان؟ خير يجيك يا أبو محلوب. ما في شي والله، بس جاي أضبط حسابات خان أنا ومخدومك مصطفى. إيه بس ما حلك تقوم على الشغل. إيه والله ما له حق المعلم حسن إلا يقوم على الشغل من هلا. لا والله يا أبو محلوب، الجماعة ما حكوا شي ولا جابوا لي سيرة بالمرة، بالعكس على سلامتهم والله طمروني فضلهم أنا ومرتي ولادي. بس أنا داخلي من قعدة البيت بقت لحالي بيجي لهون وبجيب معي مخدومك مصطفى، أنا بنقله وهو بكتب.
ليش بيعرف يقرا ويكتب الله يسلمه؟ إيه لكان عمونا كمل تعليمي. إيه الله يزيدك من علمه وجاه النبي، وان شاء الله بتفرح باولاد ولاده. تسلم تسلم يا ابو محجوب. اصبح فوتوا لشغلكم وتكي بصير الشاي جاهز. شرف. خذ ابي المفتاح، خذه وافتح الباب. يلا سلموا ايديك. السلام عليكم. الله يسلمك. صباح خير. الله لا يحرمنا من هالصباح يا سيد الرجال. حاجة تمدحي بابن اخي هلا بتغار مرته. ستي معناته بدها تغار من ثلاث ارباع النسوان لانهم كلهم بيحبوه وبيمدحوا فيه. سمعاني عمي، هي امينه عم تكبر براسي. لا والله عم تحكي الحق، حوطك بايات الله. شو محبوب؟ شو ما فاق ابي عمي؟ بلا فاق، صلى وفات على غرفته. وتيسير؟ لا هذا الباشا ما بيفيق الا اذا حدا فيقه. يلا انا فيقه. ساوي لك قهوة؟ لا يسلموا ايديكي. روحي ساوي لهم شاي. روحي. يلا. وين حط لك الفنجان؟ خلص خدي خدي. تيسير قوم اخي قوم. تيسير قوم اخي قوم. قوم. خير اخي؟ شو في؟ صباح الخير. صباح النور خير. ما في شيء ما في شيء. الله يرضى عليك اخي. بدي اياك توصيلي على كم شقفة اغاباني بدي مرتي تاخذهم معها على طرابلس. ليش اخي؟ لا تروح تخطب لها؟ لك سد بوزك. إيه اذا انت ما بدك خليها تروح تخطب لي اذا هيك. انت اعتمد، وانا براسي بخليهم يروحوا يخطبوا لك احلى وحده بالشام كلها. ايه؟ على المشموش ان شاء الله. ما قلت لك؟ اخي وبعرفك، الله يهديك، الله يهديك. غيره اخي؟ بدك شيء ثاني؟ بدي معيتك تمر على بغاجاتي وتجيب لي من عنده كم علبة محلي على كيف كيفك. وجب، غيره؟ سلامتك، خلص انا بقيت الاغراض. أنا بأمن هون. وبتقلي ما بدها تخطب لك؟ إيه علي وما علي، ما تكون مرتك جاي لعندي ومعك كل هدول الأغراض، وأنا بيكون عندي 10 بنات لحملها ياهون وبدون